السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم طريقتي كذلك في تحضير المخلل ديال الخيار اللي كيتعتبر من اشهر المخللات في الشرق الاوسط. وكيفاش نحصلوا على مخلل خيار مقرمش كيوجد معنا بسرعة على الاكثر 7 حتى 10 ايام كيكون واجد للاستهلاك. ان شاء الله تتبعوا الفيديو حتى الاخير وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير والصور وفرجة ممتعة. كأول مرحلة كناخدو الخيار الصغير الكورنيشون اللي كنغسلوه جيدا وكنشفوه بمنديل نظيف. يمكن لكم تستعملوا الخيار اللي كيكون كبير، غير هو كنقطعوه الى شرائح، او لا الخيار اللي كيكون صغير بزاف حتى هو كيجي ممتاز في هذه الوصفه. كنحتاجو ايضا الى جانب الخيار كاس ديال الخل الابيض او لا اي خل متوفر مع 3 الكيسان ديال الماء، نفس الكاس اللي عبرنا به الخل. المنسمات اختاريت هنايا ورقه سيدنا موسى مع القزبر حبوب، ملعقه طعام ديال الملح وكذلك ديال السكر. هنايا خديت قرعه ديال الزاج اللي عقمتها على هذا الشكل. كناخدو موس او لا كوردون وكنعملو ثقوب في الخيار، وهاد المرحله كتكون اختياريه ماشي بالضروره نعملوها. من بعد كنوضعوا الخيار في وسط القرعه، كنحاولوا نوضعوا وحده حده وحده وما نخليوش الفراغ. كنبقاو مستمرين حتى كننتهيو الكميه. كتصبح معنا على هذا الشكل، عمرنا القرعه كامله. والان غادي نمروا باش نوجدوا الخليط اللي غادي نرقدو فيه الخيار. 3 الكيسان ديال الماء مع كاس ديال الخل. كما قلت يمكن لينا نعوضو الخل باي خل متوفر، حتى خل التفاح يمكن لينا نعملوه. كنضيفو الملح والسكر. وكنخلطوا الكل جيدا حتى كيذوب معنا الملح والسكر. كنوضعوا الخليط في القرعه حتى كنغطيو الخيار بالماء مع الخل، وكنضيفوا المنسمات. انا اختاريت هنايا ورقه سيدنا موسى مع الحبوب ديال القزبر. يمكن لكم تضيفوا حبوب ديال الابزار او لاي منسمات كتفضلوها. كيف ما يمكن لكم تخليوه بدون منكهات او منسمات حسب الرغبه ديالكم. الاهم ان القرعه تكون تتسد مزيان. من بعد ما كنتهي وكنغلقوها مزيان وكنوضعوها في مكان في المطبخ في شي بلاكار او لاي مكان ما كيوصلوش الشمس لمده ما كتراوح ما بين 7 حتى 10 ايام وكيكون جاهز معنا. من بعد ما كدوز تقريبا 10 ايام هذا هو الشكل ديالو، كيكون جاهز للاستهلاك. صراحة بحال ديال الزنقة اللي كنشريوه جاهز. كنتمنى ان شاء الله تجربوه واكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. اي شخص من عشاق المخللات غادي يعجبو ان شاء الله. وهذا هو الشكل ديالو من الداخل.
كيجي مقرمش ولذيذ بزاف. كانت هذه هي وصفه المخلل اللي حضرناها بالمنزل، كنتمنى ان شاء الله تجربوها واكيد غادا تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليوا ليا لايك للفيديو الى عجبكم، والاشتراك في القناه الى ما كنتوش مشتركين. كنشكركم على المتابعه والى اللقاء.